ازاي التهريب بيحصل دلوقتي في ظل تشديد امني وعسكري اسرائيلي ومصري؟ ليه التهريب بيحصل في نفس المنطقة بنفس الشكل بس بكمية اكتر مرتين في اقل من 48 ساعة؟ ما ينفعش محمود عبد الفتاح السيسي يخليك صاحبه ويديلك فلوس ويدولك العرجاني جروب ويبقى عندك فيها شركة ابناء سينا المسؤولة عن معبر رفح بكل تفاصيله، وعندك انت اتحاد قبائل سيناء المسؤول عن كل القبائل، ويبقى محمود السيسي وابوه مسلحينك بسلاح انت والقبائل عشان تحاربوا الارهاب والتهريب، فنكتشف في الاخر ان في عمليتين تهريب في 48 ساعة ب 476 كيلو مواد مخدرة. طب حاج ابراهيم انت ورجالتك بتعملوا ايه بقى؟ انتوا بتاخدوا مناصب في الدولة ليه؟ انتوا بتاخدوا عقود احتكار في مشاريع ليه؟ انت ليه بتكون قريب من ابن رئيس الجمهورية؟ لو انا مكان محمود عبد الفتاح السيسي والعمليتين اللي حصلوا في 48 ساعة اللي فاتوا عمليات تهريب بجد، لو انا محمود عبد الفتاح السيسي اول حاجة هقول اما ان انت يعني مش شايف شغلك، واما ان انت خنتني. انت دلوقتي يا اما بتشتغل ضدي يا اما انت مش شايف شغلك فهشوف غيرك. فهل عمليتين التهريب دول هيكونوا بوادر ازمة بين ابراهيم العرجاني ومحمود السيسي؟ وافتكروا انه لحظة الخلاف مع ابراهيم العرجاني هتشوفوا حمدتي جديد في سينا، كل السلاح اللي معاه والفلوس اللي معاه هتتحول ضدكم، ساعتها بس هتعرفوا ان انتوا ربيتوا حاجة مش كويسة في حضنكم. يجب اعادة تقييم علاقة ابراهيم العرجاني بالسلطة وابراهيم العرجاني بقبائل سيناء بشركاته مع محمود عبد الفتاح السيسي لمصلحة الامن القومي المصري، لانه الاتنين دول لو اختلفوا الوضع في سينا هيخرج عن السيطرة.